اهلا بكم قرابة ثلاثة اشهر والعالم يتابع ما يجري بالاراضي الفلسطينيه موقف واضح للجميع من الولايات المتحده الامريكيه وهي الداعم الاول لقوات الاحتلال الاسرائيلي ولكن يبدو ان هناك تغير ما يحدث في الابواب المغلقه خاصه بعد تصريحات الرئيس الامريكي بايدن الاخيره والتي اشار فيها الى خطر اغراق الانفاق بمياه البحر والنصح بعدم الدخول في هجمات جديده فضلا عن انتقاد حكومه نتنياهو وبتتوالى الصدمات من جانب الولايات المتحده الامريكيه تجاه دوله الاحتلال الاسرائيلي. خاصة بعدما نشر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي فيديو عبر موقع التدوينات القصيرة اكس قال فيه انه يوجد خلاف بين واشنطن وتل أبيب حول المرحلة التي تلي الحرب الحالية على قطاع غزة. فما هو موقف امريكا الأخير تجاه إسرائيل؟ الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية. وذلك على خلفيه اعداد الضحايا المتزايده بين المدنيين ودعا جيش الاحتلال الى استخلاص الدروس من اخطاء الولايات المتحده الامريكيه عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الى جانب ان بنيامين نتنياهو يتعين عليه تغيير نهجه ونهج حكومته المتشدده في قطاع غزه. لم يتوقف الامر عند هذا الحد فقد خرجت صحف اسرائيل تكشف عن أن إدارة بايدن حذرت المسؤولين الإسرائيليين من أن البدء في عملية إغراق الأنفاق الخاصة بقطاع غزة ربما تؤدي إلى أثار كارثية خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي الممنهج لقطاع غزة وهذا يجعل المواطنين أمام كارثة محققة وهي ندرة المياه الخبراء بشأن السياسي الفلسطيني يؤكدون أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أصبحت مهددة ولكن ليس بنفس القدر الذي يظنه البعض خاصة مع الخلافات العديدة بين الإدارة الأمريكية وبين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في عدد من الملفات الخاصة بقطاع غزة خاصة في مستقبل قطاع غزة بعد الحرب ولفت أيضا الخبراء إلى أنه لا يمكن نسيان أنه تم إعطاء الضوء الأخضر لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجمات السابع من أكتوبر من قبل الاداره الامريكيه، ولكن منذ فتره بدات تظهر اصوات تعارض استمرار الحرب في قطاع غزه واعطاء الضوء الاخضر لاسرائيل خاصه ان هناك اصواتا داخل الحزب الديمقراطي بتطالب بوقف اطلاق النار. كما تم ربط ايضا العديد بالمساعدات الامريكيه وما ينتهك حمايه حقوق الانسان، الامر الذي بدوره يرتد على صوره امريكا امام العالم خاصه فيما يتعلق بصور الاطفال والنساء الذين يموتون يوميا. في قطاع غزة ومن هنا بدأت المطالبات بترشيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي هذه هي التفاصيل ولكن الأيام القادمة ستكشف ما تخفيه الكواليس في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء